أسئلتنا حتكون من عصارة تجربتك وخبرتك بالحياة ونظرتك للأمور. هل الست مهما كانت مشهورة وحلوة ومعروفة حتتخان حتتخان؟ في الزمن ده هتتخان هتتخان مهما عمل، مفيش إخلاص. أنا بستغرب يعني، ست مراته حلوة قوي وست صغيرة وجميلة وست بيت ومضيافة وكل حاجة، إنما هو من تحت الترابيزة. والله العظيم لا لا لا، الموضوع كان مختلف زمان. طبعا 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 طبعا. طب قولي لي، بتفتكري انه برضه الست ليها علاقه بالخيانه اللي ممكن تحصل من جوزها؟ يعني تكون هي برضه مسبب للموضوع ده؟ هو شوفي، بعض منه ممكن يعني اهمالها له ده شيء مش حلو، لكن يعني انا بشوف ستات يعني بتبتدي تنعوج لما هو مش سائل فيها. يعني عامله له تسريحه، لابسه له فستان حلو، الله انت ايه الفستان الجميل اللي انت لابساه النهارده، مثلا ميعاد نومهم، ميعاد اكلهم، ميعاد ما بيجيش بالظبط، بيبتدي هو ينعوج، فهي بتلي برضه بتهمل. من خلال تجربتك والقصص اللي مريتي فيها برضه بحياتك، خليني احكي عن نجوى فؤاد هي تحديدا. هل الخيارات اللي كانت موجوده عندك خليتك تكون مش فارق معاك الموضوع ده؟ يعني لو تخنت خلاص تمام، انا ممكن اشوف حد تاني واكمل في حياتي. انا بصبر مثلا لو اول خيانه مثلا بقول نزوه، مش نزوه فؤاد، لا نزوه عاديه. لا شكلها طلعت اسمها نزوه فؤاد. لكن ايه بتاعي عديها يا بنتي، بلاش تخريب البيت. اوكي. لكن من بلاقي الحكايه كترت مرات ومرات، لا لا، ما هو الحب فيه كبرياء وفيه كرامة وفيه إحساس. مش ممكن تحسي إنك أنت قاعدة مع واحد بيخونك، وبعدين خصوصا لو أنت بقى الأضواء بتبرق فوق دماغك ومنوراكي، ده اللي بقوله ونجمة، وتقدري تكسبي وتقدري تعيشي. أنا ناقصني إيه؟ ليه بحطه جنبي وأنا بنام مكبوتة ليه؟ عشان إيه؟ لا ما يلزمنيش، مفيش داعي. كم مرة نمتي ومكبوتة يا نجوى؟ والله أكتر من 3-4 مرات مع أشخاص مختلفة. مختلفة يعني، مختلفة يعني. برضو يعني الخيانات كانت موجودة زمان يعني بالشكل يعني، بس أكيد مش بنفس العدد، مش زي دلوقتي، مش زي دلوقتي، دلوقتي. مش زي دلوقتي بكثرة وبنهايات مؤلمة. واحد بيتعلم من خطأه مرة، بيكرر الخطأ تاني مرة. أنت 12 مرة نزوة؟ والله انا ما اتجوزتش 12 مره. وليه انا مش عامل ايه في السوشيال ميديا ده اللي بتموت الناس؟ ده في ناس بتموتهم بيرحلوا وهم حيين. العدد الحقيقي كام؟ العدد المظبوط الحقيقي؟ الحقيقي لراغده، لراغده لقلنا اخر واحد عرفي وخمسه شرعي. واحد عرفي وخمسه شرعي فعلا. من الخمسه دول، او مش عارفه لو كنا فينا نحطهم ضمن الاختبار، لو رجع بيك الزمن لورا تختاري واحد منهم تقولي حامل المستحيل عشان احافظ عليه؟ بس رحل الله يرحمه. مين؟ احمد فؤاد حسن. احمد فؤاد كان حسن كان اب واخ وزوج واسره، وبيدي الانسان دفعه للعمل، ثقافه، كل حاجه. كل حاجة كل حاجة الله يرحمه. انت قصرت معاه نجوى؟ لا انا ما قصرتش معاها، بس هو حب ينجب مني، وكان في الوقت ده، الكلام ده بقاله سنين، 35 37 سنة. انا ما كنتش اقدر اخلف واقعد في البيت سنة عشان اجيب طفل. اندمت على قرارك ده؟ بعد قد ايه حسيتي انه بالندم ده؟ يعني بالوحدة اللي انا عايشة فيها دلوقتي ندمانة ان يعني كان لازم اجيب طفل او طفلين يونسوني في حياتي، وبرجع تاني الاقي في احداث. ما فيش اسره، حتى لو عندك اولاد ما فقداهم، ما انت ما هماش جنبك، مش حنينين عليك، ما فيش عطاء منهم. لا ما بيرضى الانسان بنصيبه. خلاص انا رضيت بالواقع وخضعت للي انا فيه. صح. طيب لو حنقارن ما بين الامس وما بين اليوم، لسه الارتباط من راقصه بيخوف بعض الناس او بيقلق بعض الناس؟
والله زمان ما كانش بيقلق. ما كانش بيقلق بزياده اكتر بيقلق الاسره. يعني انا مثلا اسرتي ما يعرفوش حاجه فن، اسمها الفن ده اسمه ايه، ما يعرفوش حاجه اسمها فن. كان قلقهم ان انا انتميت للفن. انما حاليا يقلق شويه. ليه؟ لان في خليط من الراقصات يعني بيوصلوا المتفرج او اللي بيشوف لموقف مش حلو. يعني دي انا لو اتجوزتها دي هتخني اكيد، لان هي مش محترمه على المسرح، حركتها مش يعني. هن شوهوا صوره الراقصه، شوهوها بشكل فظيع جدا بالزي وبالحركه وبكل، لان الرقص الشرقي والرقص الاستعراضي محترمين قوي وحلوين قوي ومن حضاره العرب يعني. القاهرة الفراعنة كلهم أصلهم كانوا بيعملوا الجنازات بالرأس، أفراحهم بالرأس، صلوات بالرأس، مش عارفة إيه. يعني ما كانش في حاجة اسمها عيب، لا رقاصة مش ما. وبعدين عندي كان تحية كاريوكا، اوعي تنسي إن هي عملت احترام للراقصة في المجتمع. هي اللي دخلت البيوت ودخلت السياسة ودخلت ست كانت محترمة جدا الله يرحمها، ورفعت من شأننا كلنا. يعني أنا طبعا مش من جيلها، لكن رفعت من شأن المهنة نفسها لغاية ما وصلنا لتدهور. يمكن تدهور الأوكرانيات والروسيات لا نكوى. ناخد فاصل إعلاني ونعود لنستكمل حلقتنا بعد الفاصل فوق وتحت.